صباح الخير أعزائي، عطرنا اليوم من دار إيسي مياكي لو بلو دي سي بور أوم. تابعوا معي الفيديو. صباح الخير مجددا، رحب فيكم على الفراجرنس هوليك ليبانون بيروت فراجرنس باشن. مثل ما قلنا بالمقدمة، العطر اليوم من دار إيسي مياكي لو بلو دي سي بور أوم. اوكي، مع الفول برزنتيشن. شوفوا هالقنينة الحلوة. اوكي، هاي الفول برزنتيشن. هذا العطر تم اصداره عام 2004. العطار معروف كتير جاك كافاليه، عطار كتير ماستر برفيومر هو. الزجاج اللي معي 125 ملي، وفي 175 ملي، وتركيزها اوضه تواليت. اوكي، مثل ما شايفين العلبه كتير سمبل، مكتوب الاسم كامل عليها، لونها ازرق كلها. اوكي، باتش كود هون. اوكي، علبة عادية. بالنسبة للقنينة، قنينة فيها وزن. اوكي، من هون الغطاء مكتوب عليه إيسي مياكي، كمان في وزن. الإزازة زرقاء حلوة كتير، سبراير رائع كمان، والعطر أروع بعد. اوكي، هذا العطر من نوع الودي أروماتيك. اوكي، في عنا بعض الحمضيات، المندرين، البرتقال، اللايم، وعنا اكليل الجبل، الروزماري، الليمون جراس يعني عشبة الليمون. هول بالمقدمة. بالوسط عنا السارو، سايبرس، توت العرعر، جينيبر بيريز، الزنجبيل، الخزامة، فلفل الزهري، واليانسون. وبالقاعدة الخشبية، بتصير قاعدة خشبية، عندنا خشب الأرز، كمية كبيرة من خشب الأرز بتحسوها واضحة. عندنا الباتشولي، الأوكموس، طحلب السنديان، خشب الصندل، والعنبر. أوكي، هذا هو العطر. إذا من خلال النوتات تبعه بتعرفوا أنه الاسم لو بلو دي سي، يعني البلو الأزرق، اللون الأزرق ما له علاقة لا بالنوتات المائية ولا أكواتيك ولا ريحة بحرية أو شيء. عطر خشبة عشبة، ما له علاقة بالأكواتيك. أوكي، يعني التسمية تبعه بلو، ما بعرف ليه سموه بلو، أنا لازم سموه جرين كانوا أكتر. هو عطر في خضار أكتر، ما له علاقة بالأكواتيك. أوكي، هذا العطر ديسكونتينيود للأسف، وقفوا إصداره. يعني بعد موجود بالسوق، بتضلوا تلاقوا بعد بالسوق منه، بس تقريبا صار يعني بعد قريبا جدا رح ينفقد كليا. أوكي، فيلي بحب هذا الستايل، يلي مجربوا هذا العطر، إذا بلاقي قنينة أو قنينتين يخدهم ويخبيهم، يضبهم على جنب. أوكي، لأنه هذا العطر ما عادش موجود. اوكي، بالنسبه لادائه، هذا العطر ادائه ممتاز بالنسبه لي، جيد جدا، بيعطيني من 6 ل 7 ساعات ثبات بكل سهوله. واول ساعه ونص فواحين كتير منيح، كتير قوي فواحينه. استعماله كل السنه بكل الفصول. هلا انا بستعمله بالصيف، بالربيع، بالخريف، يعني ما في مشكلة. بالشتاء ما بستعمله، بكون عندي عطور تاني، لأنه بس يلي بده يستعمل هذا العطر كل أيام السنة ما في مشكلة، بيقدر يستعمله، وبيقدر يكون سيجنتشر سانت، يعني الطابع العطري تبعه. يعني العالم بصيروا بس يشموا هذا العطر يعرفوا إنه هذا الشخص إجا، سيجنتشر سانت بيقولوا له. فما في أي مشكلة. سعره إذا لقيتوه هلا، لأنه صار مقطوع، صار تقريبا بحدود ال 50-60 دولار عم نحكي. اذا بتلاقوا ال 125 ملي بكون فيها اكثر، او ال 75 ما في مشكله، لانه هو قياسين هذا العطر بيجي. سعره شوي غالي.
بالنسبة للإطراءات بيعطي إطراءات، بس إنه هذا النوع من العطور مش كتير يعني، كل أصلا الجنس اللطيف مش كتير بحبسه هذا النوع العطور، بس إنه لا تاخده على إطراءات، لأنه ريحته حلوة، ريحته ماسكلين، عطر ذكوري، أنا آخد عليه إطراءات، بس أكيد مش مثل مثلا الديور أوم إنتانس، مش لهالدرجة، بس إنه ما حدا رح ينزعج منه هذا العطر، رح تاخده على إطراءات. أوكي، هذا بالنسبة للو بلو دي سي بور أوم. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديدة.